السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج العقرب. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج العقرب هنشوف مع بعض دلوقتي قراءتنا وهنشوف مع بعض التغيير اللي عندنا. القراءه جديده وحصريه على قناتنا وان شاء الله باذن الله هتكون مليئه بالمفاجات. القراءه دي هتكون بالنسبه لك قويه جدا. اخر الفيديو هنشوف الرساله بتاعتك اللي هترد على امنيتك او الرساله اللي هتكون كلها جميله ومبشره بالخير. ركز معايا كويس جدا يا برج العقرب في قراءتك، واللي ينطبق عليك مهم جدا ان انت تنزل تخبروني في الكومنتات وتعرفني ايه التغيرات اللي هتحصل عندكم او ايه التقدم الفتره دي. باذن الله هيكون طاقه جديده، استقرار نفسي، طاقات فرحه طال انتظارها، اخبار ساره في مرادك باذن الله يا برج العقرب. نشوف مع بعض بقى اخبارنا الفتره دي باذن الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دايما راسكم مرفوعه مهما تشيلوا هموم الدنيا، مهما يكون عندكم من ألم، من حسد، من غدر، من خيانة حواليكم، لكن راسكم مرفوعة ما بتنحوش لأي حد. مهما يكون بتقولوا دايما الحمد لله، لكن تعرضتوا لغدر وسرقة. البعض منكم حصل عنده سرقة، والسرقة دي كانت من ناس ما كانش يتوقع أبدا إن هم يسرقوه. ناس نقرت جميلكم وأكلت خيركم وما تمرش فيهم. أنتوا عندكم حيرة وتفكير رهيب رهيب جدا طول، يعني هم عمالين يفعلوا في حاجات وحشه اتجاهكم، لكن ربنا كريم عليكم. رميتوا همومكم ورا ظهركم وبداتوا تشوفوا الحياه بشكل مختلف. في حد عندكم بيحاول يقرب منكم او بيحاول يخدر بيكم من ناحيه الحياه العاطفيه، فعايزاكم تحذروا كويس جدا، لان الشخص ده اتجاهكم نيته مش خير. في اسمه حرف الالف او حرف الحاء او حرف اللام، تلات الحروف دول في اسمه، يا ريت تخلوا بالكم منه. لو كان عندكم التلات حروف دول في الشخص ده هو بيستغلكم. حصل عندكم اكتر من علاقة عاطفية ومفيش اي استكمال ابدا، وعشان كده قررتوا في الانفصال او قررتوا ان انتوا تبعدوا. البعض منكم ممكن يكون عنده استقرار بس عنده شوية ضغوط، فيا ريت تخلوا بالكم. عندكم كمان هنا حظ حلو جدا. انتوا علاقاتكم بالاخرين او علاقتكم بنفسكم روحانية جدا، والطاقة الروحانية بتكشف لكم دايما الغدر والخيانة. كمان البعض منكم عنده حظر معمول لحد بلوك او معمول لحاجه مش فاهمه. عندكم واحده ست علاقتها بيكم حيه، الست دي مقربه ليكم، دايما بتشككم في نفسكم، دايما مش حابه لكم ان انتوا تكونوا وشكم بيضحك. وراكم وربنا ان شاء الله باذن الله هيكرمكم بتعويض حلو، لان التعويض ده هيكون خير. انتوا متكتفين الفتره دي بسبب ان انتوا خايفين من المستقبل، ما تخافوش من اي حاجه ابدا، رغم ان في ناس عايزه توقعكم في غدر وفي خيانه، لكن ربنا هيبعدها عنكم. انتوا حاليا في نار، حاليا في ضيق، حاليا مش مرتاحين ومش واخدين راحتكم بسبب الطاقات اللي عندكم. رميتوا ورا ظهركم اكتر من حاجه، لكن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى ربنا كريم عليكم. في ناس حقوده وناس وراكم مش سايباكم في حالكم، يا ريت تحذروا بقى وتخلوا بالكم، لان انتوا عايزين تمشوا في طريق الخير. كل يوم بتعيشوا الم اشد من اليوم اللي قبله، وزي ما قلت خسرتوا الشريك، خسرتوا ناس كانت بتأذي فيكم. يعني انتوا ممكن تكونوا خسرتوا الشريك بسبب غدر، او انتوا قررتوا تخسروا الشريك بسبب اللي انتوا شايفينه منه، مش شايفين راحه ولا شايفين اي حاجه. محدش دمركم غير المقربين، المقربين هم اللي دمروكم نفسيا، لكن انتوا رفعتوا راسكم زي ما قلت، او انتوا دايما راسكم مرفوعه، وعشان كده عايزين تاخدوا حقكم من الشريك لانه غدركم وخانكم وظلمكم. وباذن الله ربنا كريم عليكم وهيعوضكم عن كل حاجه انتوا شفتوها في حياتكم. كمان البعض منكم هنا بسم الله ما شاء الله عليه عنده نور من بعد ظلمه، عنده طريق جديد هيخطيه، عنده فرحه طال انتظارها، في تجديد حلو جدا ليك. اغلب الاوقات عندكم او اغلب تفكيركم بيكون صح، فما تخلوه ما تشاركوش تفكيركم مع حد، لان ممكن اللي تشاركوا تفكيركم معاه ده يكون غلط وما يكونش صح زي ما انتم فاكرين. اشد الناس اللي بتحقد عليكم هم اعدائكم. النعمه اللي في ايدكم هي صحتكم، وهي ان انتوا صحتكم دي بتقدروا تحققوا نجاحات كتير. وفعلا من بعد ما تعرضتوا لخساره او لغدر او لخيانه او اكلان حق، وقفتوا على رجلكم من جديد وقررتوا تدمروا اي حد يدمركم، قررتوا ان انتوا من اليوم ورايح مفيش اي حد هيسيطر عليكم غير نفسكم. وفي ناس كتيره جدا بتكرهكم، فيا ريت تخلوا بالكم، لان انتوا داخلين على حاجات جديده، داخلين على امور مستجده الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا.
علاقة حب جديدة، مشاعر جديدة، كلمات، مكالمات حب، لقاءات بخصوص الحب. انتوا دايما بتحبوا تساعدوا الاخرين، لكن علاقة الحب اللي عندكم دي هتكون فرحة وهتكون نقلة جديدة حلوة جدا. علاقات الحب دي هتكون مع حد انتوا بتحبوه جدا، حد انتوا شايفينه ليكم، ممكن يكون على برج العذراء، برج الثور، ممكن يكون في تجديد في علاقات، امور في الحياة العاطفية، في خير جاي لكم، والخير ده متعلق بامور انتوا بتخططوا بتفكروا، رهب في امور عندكم جديدة، في حية، والحية دي مازالت موجودة وعمالة تلف حوالين رقبتكم، فيا ريت تخلوا بالكم منها لان انتوا معرضين للحسد الشديد. اليوم ده في طاقة جديدة، حياتكم المادية بدأت تتحسن، دايرة التفكير اللي عندكم ده والقلق والحيرة اللي عندكم بخلال فترة ربنا هيريحكم. في غلطة ندمانين عليها وبتدفعوا ثمنها لحد الآن، الغلطة دي مأثرة عليكم في أمور كتيرة جدا. واحدة ست طويلة رفيعة، كل نظراتها ليكم حقد وغل وطاقة، انتوا مش مرتاحين، وزي ما قلت ان ملامحكم مش لطيفة بسبب القلق والحيرة. عندكم شراء وبيع مع ناس او شراء حاجات جديدة. الفترة دي انتوا مصدومين من حاجة، في صدمة اخدينها من ناس كتيرة جدا، لكن ربنا ظهر لكم الناس دي على حقيقتها، وانتوا زعلتوا جدا منها. في صداقة بعدتوا عنها، او حصل عندكم فشل في تكوية علاقة بسبب طرف تاني. قلبكم طيب، وده دليل ان انتوا بتقعوا في شر دايما من الناس اللي هي، او بتقعوا في الحفر اللي الناس اللي عندكم. الفترة دي انتوا في مرحلة صعبة، في ممكن يكون ابن تعبكم، شريك تعبكم، اخ اخت، حد تعبكم، حد عندكم تعبكم بكل الطرق، وانتوا مش عارف يعني بتسألوه عملتوا ايه معاه، ودايما بتدخلوا في شد. الحد ده عصبي جدا جدا، العصبية بتاعته فيه اللي مكفيه. الحد ده ممكن يكون من الابراج الترابية، تعبكم، فياريت تحذروا. انتوا طالبين من ربنا الراحة، طالبين من ربنا انه يقف جنبكم ويعدي الايام دي على خير، لكن الايام اللي جاية دي هتبقى فيه فرصة، والفرصة دي انتوا هتستغلوها. ليه هتستغلوها؟ لان هيكون في اشارة، حلم، تحقيق، الله اعلم. في حد عندكم هيسمعكم خبر حلو جدا بخصوص حمل، او انتوا هتسمعوا خبر جديد الله اعلم. في فرحة في ارض البيت هتحضروها الفترة دي، في ناس عايزة تطعنكم، الناس عايزة تغدر بيكم، عايزة تديكم ضربة تجيب اجلكم، لكن انتوا هتبعدوا عنها وهتكتشفوها. حد هيجي ويقول لكم الست دي خلوا بالكم منها، او فيها يعني حد هيجي يحذركم من حد، وانتوا هتسمعوا النصيحة وهتعملوا بيها. في ناس بتتكلم عليكم وانتوا ما بقيتوش يعني مش فارق معاكم، رامين ورا ظهركم، عايزين يغدروا بيكم. ليه؟ علشان الغدر والخيانة اللي عندكم منهم مش لطيف في اتجاههم، فياريت هنا تحذروا كويس جدا، لان ربنا هيكون عاطفي جدا عليكم الفترة اللي جاية، هينصركم ربنا على من عداكم، لان انتوا ماسكين السيف في ايدكم، ماسكين حاجة معينة في ايدكم، فياريت تخلوا بالكم بقدر المستطاع من نفسكم. انتوا اعلنتوا الحرب، اعلنتوا التغيير، اعلنتوا الطاقة الجديدة، اعلنتوا الاشخاص حاجات جديدة الله اعلم، بس حرفيا في اعلان ليكم جديد، او استقرار نفسي جديد، حياة جديدة افضل من اللي انتوا فيها، فما تقلقوش خالص، لان القلق اللي عندكم ده مسبب لكم ضغوط، مسبب لكم وجع في اكتر من حاجة، وعشان كده التفكير اللي عندكم صراع رهيب. هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هتشتروا ذهب، هتشتروا بيت، هتشتروا ارض، هتشتروا مكان جديد، او هتروحوا مع حد يعزل، حد هيدخل في عزال، حد هيدخل في طاقة جديدة الله اعلم. في طاقة جديدة عندكم الفترة اللي جاية، والطاقة الجديدة دي طبطبة عليكم، لان انتوا هنا مستنيين اي حاجة تفرحكم بشكل كبير جدا. الفرحة هتبقى ظاهرة على وشكم، ربنا كريم وعاطفي عليكم، فما تسمعوش كلام اي حد يأثر عليكم بكلام سلبي، لان هنا انتوا واقفين ومستنيين النقلة اللي عندكم. النقلة دي هتكون خير وهتكون فرحة على جميع الاسعد بتاعتكم، بس انتوا ركزوا على تحقيق الهدف بس.
الحياء العاطفية، رغم ان انتوا دايما رومانسيين جدا، بتحبوا تهتموا بنفسكم جدا، بتحبوا الحياة الرومانسية تكون هادية، او دايما بتبحثوا عن العاطفة. العاطفة عندكم تزعلوش مني تحت الصفر. ليه بقى؟ علشان انتوا يعني بتهتموا جدا بالطرف التاني، بتعملوا حاجات كتيرة جدا ترضوا الطرف التاني، فبالتالي بتطلعوا من العلاقة قلبكم مكسور. في شخص او انتوا في حد كاسر قلبكم، ممكن يكون حد تعبكم، وفاة حد، الله اعلم، في امور منعكسة معاكم، امور مش فاهمينها عايزين توضحوها، شوية كلام بيحصلوا عندكم، في بعض الناس عندكم مش صالحين للتعامل معاهم. خلوا بالكم ان انتوا في احسن الامور بتاعتكم. اي نعم مفيش راحة مع الشريك، لكن في قرار مهم هتاخدوه. مين عندكم عنده حرب، عنده مواجهات، عنده مشاكل كتير، وانتوا بتحاولوا تتكلموا معاه او بتحاولوا تخففوا عنه. كمان العاطفة زي ما قلت ان هيكون في تحسن. في شخص من الماضي عايز يطلب منكم السماح. الحد ده انتوا مش هتكونوا مهتمين بيه خالص، لان الامور منعكسة والامور مش حابينها تكون نفس الطاقة دي. مين عندكم ناوي يزور الطبيب او ناوي يعمل حاجة جديدة؟ في امور هنا مستجدة. مين اللي عندكم اللي خايف من حاجة وقلقان؟ في فتح كبير جدا لقسمة كبيرة، لكن دموعكم على خدكم برضو، يعني الدموع بتاعتكم موجودة. المنفصلين دايما عندهم صراع في التفكير، دايما 24 ساعة بتفكير، منتظرين لقاء بحد بعيد عنهم، منتظرين لقاء، منتظرين الله أعلم، بس في طاقة انتظار عندكم بحد بعيد عنكم بقاله مدة غايب أو بقاله مدة مشتقله، فانتوا الفترة دي منتظرين. كمان في فرصة، الفرصة دي هتكونوا انتوا على انطلاقة جديدة او على حاجة جديدة، وهتكونوا مبسوطين جدا بالطاقة. بسم الله. هنا عندكم شعور بالندم اتجاه حد. خدوا بالكم من حد في الشغل بيحسد عليكم وحاطط عينه عليكم. ليه؟ علشان هيكون عندكم ترقية او عندكم قضاء حاجة لصالحكم انتم مستنيينها من فترة، والخبر اللي متعلق بشفاء او قالب السحر على الساحر دي هتكون طاقة من عند ربنا. انتوا عملتوا المستحيل لان انتوا تقفوا على رجلكم. الفترة اللي جاية تقفوا على رجلكم، انتوا تستحقوا فعلا تكونوا في الانطلاقة الجديدة على طول. في حد مغرم بيكم، بيحبكم جدا، بس ما مش متكلم ولا واخد خطوة لقدام. ربنا هو لوحده اللي حاسس بيكم ان انتوا عمالين تعفروا وتجاهدوا وتوصلوا، بس مازال واقفين مكانكم. فكونوا واثقين ان ربنا ابتلاكم اشد الابتلاء لان تكونوا عنده حسن ظنه بيكم، فما تقلقوش خالص. الفترة دي هتنزلوا وهتقضوا حاجة حرفيا في قيود، او في حاجات انتوا بتفعلوها غصب عنكم، حاجات انتوا مش راضيين عنها فبتعملوها عشان ترضوا حد. فلازم تخلوا بالكم، لازم تكون العلاقة بين الطرفين يعني ما تكونش ايه، انا بعمل حاجة عشان ارضيك والجو ده انتوا اللي بتتعبوا. ما تعملوش حاجة ترضوا حد بسبب يعني وانتوا مش عايزين. لازم الحاجة تكونوا مقتنعين بيها، فرحة منتظرينها هتتحقق، استيراد حقوق ليكم من شخص، الشخص ده من دمكم ولحمكم، ممكن يكون اكل يعني اكل حقكم، اكل معاكم عيش وملح، وما فيش اي تجديد، ما فيش اي نتيجة، انتوا بتطالبوا بحقكم حرفيا، في مطالبة بالحق، لان حاسين ان الشخص ده مازال بياكل حقكم ومش راضي يعترف او مش راضي يعمل اي حاجة جديدة. وانتوا ما بتحبوش الكذب ولا الخيانة ولا النفاق، انتوا بتحبوا الحياة تكون بسيطة وتكون هادية، لكن انتوا عايزاكم تخلوا بالكم من نفسكم الفترة اللي جاية، لان القسمة مفتوحة معاكم، فلازم تاخدوا قرارات وانتوا عندكم طاقة جديدة.
صدمة كبيرة جدا بتعانوا منها، أو بتعانوا من صدمة اكتشفتوها في أقرب ما ليكم، في ناس نزلت من نظركم أو نزلت الأقنعة بتاعتهم اللي كانوا لابسينها، وعرفتوا أكتر من حقيقة الفترة دي، حرفيا عرفتوا حقائق كتير مش حقيقة واحدة. ومن بعد ما عرفتوا الحقيقة دي خدتوا قرارات حاسمة، وقلت انا لازم اكون عند حسن ظني بنفسي ولازم اقف على رجلي، وما بقيتوش تصدقوا اي حد تاني زي الاول. ملامحكم بريئه، تصرفاتكم كلها بريئه، لكن في حقد وغيره من حد بيغير منكم، فخدوا بالكم واحذروا واكتموا وداروا، داروا عن كل حاجه بتحصل لكم. في مفتاح عندكم او رمز المفتاح عندكم ده بيدل ان انتوا عندكم طاقه جديده او تحسين من امور عندكم، والدليل على كده ان انتوا باذن الله خلال فتره معينه هيكون في طاقه جديده، وفي دخول او في شراء او في مغامره، في حاجات جديده هتحصل عندكم، لان زي ما قلت القسمه بتاعتكم مفتوحه، وطول ما القسمه بتاعتكم مفتوحه طول ما انتوا في تجديد من عند ربنا. فما في رغم ان في ايام حاليا ممله، اغلب الامور في ملل، ودايما بيجيلكم شعور بالكركبه والزهق والخنقه، ودايما حابين العزله وحابين ان انتوا تكونوا لوحدكم، ودايما اقول ان انتوا نجمكم خفيف، وده بيعرضكم للحسد الشديد، خمول، كسل، ارهاق، تعب، كارهين الحياه كله. ده سببه ايه؟ الحسد الشديد. تحصين النفس هيزول عنكم التوتر والحيره والضغط النفسي، وهتبداوا تدخلوا في مراحل جديده، لان انتوا الايام دي في طاقه جديده خالص. البعض منكم شغال 24 ساعه لان يسد الديون اللي عليه، عليكم ديون تراكمت او عليكم ايجار تراكم، امور عايزين تسدوها الله اعلم، بس باذن الله باذن الله في توقيع لامور او توقيع من مخرج جديد. ما تقلقوش خالص ولا تتعبوا نفسيكم، خروج من حد بيتكلم عليكم الفتره دي، هتحققوا حلمكم خلال فتره معينه، واكبر دليل بيدل على كده ان انتوا ساجدين لربنا دايما، او دايما بتخافوا من ربنا، ما بتحبوش ابدا تفعلوا حاجه تأذيكم او حاجه بمعنى اصح تكون مؤذيه لكم. الفتره دي بتحمل لكم اكتر من طريق او اكتر من مفاجاه او اكتر من سبب، وعشان كده عايزاكم دايما تطبطبوا على نفسكم. الطاقه الايجابيه اللي عندكم دي طبعا جايه من عند ربنا. انتوا ياما حسيتوا باليأس وياما حسيتوا بالتعب النفسي، لكن ربنا كريم عليكم وعاطفي. ورقه في حكومه هتخلص، دور كبير جدا من حياتكم هينتهي، حاجات كتيره تعباكم هتنتهي، في انقباض في قلبكم بيجيلكم من وقت للتاني، وده بيدل على حدوث الحاجه قبل ما تحصل عندكم، بتحسوا بيها على طول، وكاتمين وساكتين، انتوا في حاجات كتيره جدا كاتمينها، لكن مش عارفين امتى تبداوا امتى يحصل. في كمان تجمع الفتره دي، التجمع اللي عندكم ده هيكون خير، في مبلغ من المال جايكم، ارباح، نجاح في مشروع، نجاح في تغيرات، نجاح في حاجة هتستجدوا فيها الفترة دي، بس التفكير زايد عندكم 24 ساعة بتفكروا، بلاش تفضلوا تضغطوا نفسكم في التفكير، لان انتوا من كتر التفكير عندكم علامات استفهام على اكتر من حاجة، في مشاجرات بينكم وبين ناس ما تستاهلش ان انتوا اصلا تشاجروها، بحث عن منزل، بحث عن سكن جديد، عن تجديد جديد، فخلاص يعني لازم تهدوا اعصابكم. اتعرضتوا لخيانه او تعرضتوا لازمه وبعدتوا، ابراج مائيه عندكم تعباكم او ازماكم، يعني تعباكم نفسيا، خدوا بالكم كويس جدا من اللي انتوا، بلاش تكونوا طول الوقت اوفياء، طول الوقت مخلصين، طول الوقت مش عارفين تفسروا اللي بيحصل عندكم. انتوا عايزين ورقه وقلم وتفضلوا تكتبوا وتعبروا عن كل حاجه، واكتر كتاب عايزين تكتبوه عن الحياه العاطفيه، لان انتوا لحد الان مش عارفين تستقروا، دايما بتحلموا بالاستقرار العاطفي وبتحلموا بالاستقرار النفسي، لكن الوضع عندكم فيه توتر وفي حيره، طول الوقت بتدوروا على حاجات ممكن تكون قدام عينيكم ومش عارفينها، او مش عارفين هي مستخبيه فين او فين الحاجه دي، فلازم تدوروا على راحه البال دايما وعلى الاستقرار النفسي، لان الفتره اللي جايه هتكون فترتكم فتره حصاد ليكم بشكل كبير جدا، والحصاد التام اللي هيكون عندكم ده هيكون تغيير حلو من عند ربنا. كل
كل يوم بتجددوا حياتكم، كل يوم بتجددوا حاجات جديدة، وعشان كده أصبحتوا لا مبالاة، ما بقيتوش تحاسبوا حد على حاجة بيعملها، وبدأتوا تحطوا خطوط حمراء كتير جدا ما بينكم وما بين التعامل، ما بقيتوش زي الأول، وبدأتوا تبعدوا عن أي حد بيأثر عليكم في أي ضغط نفسي. انتوا بتهربوا، يعني ما بقيتوش تعاتبوا، بقيتوا تهربوا، بتهربوا من أي حاجة، وبدأتوا تفضوا نفسكم لعبادة ربنا. في تليفون هيتصل، حد هيتصل بيكم وهتلغوا موعد، موعد دكتور، موعد جلسة، موعد حاجة هتلغوها، هتلغوا وهتعتذروا، وده هيكون أفضل ليكم لأن نفسيتكم مش محتاجة الوقت ده، فما تقلقوش خالص لأن انتوا في حسن ظن نفسكم. ودايما أقول العصبية والصرصعة طول الوقت بتزعلكم. نهائي علاقة سامة أو قرار هتاخدوه هينهي العلاقة السامة دي. ليه؟ علشان في عتبة جديدة أو في راحة جديدة. انتوا محتار، الحبيب أصلا محيركم، بس هو مشتاق لكم جدا، وكبرياؤه مخلياه واخد جنب، واخد ركن على جنب. هيجي وهيعتذر وهيقول ده ما حصلش مني أو كلام كتير جدا، وبفضل ربنا انتوا اللي هتكونوا منطلقين. انتوا جوه قلبكم عشق لا مبالاة من العشق ده، لكن في باب مازال مقفول عندكم. انتوا ممكن تكونوا دخلتوا في اكتر من علاقة، بس هي علاقة واحدة بس اللي مؤثرة فيكم لحد الان، وهي اللي طافية النور اللي جواكم، وهي اللي مخلياكم لحد الان بتدفعوا الثمن. صح؟ دي بقى بتحبوا الشريك حب لا مبالاة، عندكم الشريك ده بتحبوه حب لدرجة ان انتوا مش قادرين تستغنوا عنه، ومش قادرين تفكروا ان انتوا تبعدوا عنه. بتحطوا مقارنة دايما ما بين، يعني بتحطوا دايما مقارنة حاجات كتيرة جدا في حياتكم، لكن انتوا اللي بتصبحوا اكبر، دايما عندكم احداث جديدة، فلازم تخلوا بالكم من بعضكم. يعني لو انتوا عندكم اطفال تخلوا بالكم منهم، لو انتوا عندكم حبيب خلوا بالكم منه، لان الطرف التاني لو دخل في حياتكم بيأذيكم، فتخلوا بالكم وكونوا حذرين، وخلوا بالكم في حسن اختياركم مع الاضواء بتاعتكم. في عندكم عزال او فرش جديد او حاجة جديدة، ممكن تروحوا مع حد يعزل، او انتوا هتعملوا حاجات جديدة الله اعلم، بس حرفيا في اكتر من حاجة جديدة انتوا هتعملوها، والحاجات الجديدة دي هتكون يعني طاقة جديدة، خروج من ازمة، خروج من حاجة كسر حياة، في حاجات كتير هتستجد عندكم. واعتبارا من الفترة اللي جاية هتكون كل اشارة عندكم انتوا هتكونوا مركزين معاها، مع انكم دايما في حالكم ومركزين مع نفسكم، لكن في ناس مش سايباكم في حالكم وبيحسدوكم على كل حاجة. فخدوا بالكم من اي حقيقة او من اي حاجة عندكم انتوا بتحسوا بيها، واربطوا الاحداث، بس مش تربطوا الاحداث على نفسكم وانتوا اللي تتعبوا، لا، اربطوا الاحداث ان انتوا تفعلوا اشياء جديدة وامور مستجدة، وحالة الملل حرفيا والنوم اللي غير منتظم عندكم لازم تظبطوا اموركم، ولازم تطلعوا من اي حاجة مأثرة على النفسية، لان التأثير النفسي اللي عندكم مخلي العراقيل واضحة جدا في وشكم. كمان عايزاكم هنا يكون في طاقة روحانية جديدة، وفي حاجات عندكم هتحصل الفترة اللي جاية هتكون فيها استقرار اكتر من خطوة. الفترة دي هيكون فيها تحسين، في أسئلة كتير انتوا بتسألوها، مين اللي عندكم اللي انتوا يعني شايلين همه اكتر ما هو شايل نفسكم، يعني شايل هم نفسه طول الوقت، شايلين همه طول الوقت، في امور عندكم كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، في حاجة هتفسروها الفترة دي بتجديد جديد او بحاجة جديدة، حرفيا حرفيا حد هيهديكم حاجة جديدة، ومن ورا الهدية اللي انتوا هتقبلوها هتسمعوا خبر نفسكم من بدري تسمعوه، لان انتوا بدأتوا تحسبوا الحياة بشكل مختلف.
خلاص الامور اللي عندكم هيكون فيها تجديد وفيها استقرار نفسي، وحان الوقت ان انتوا تفعلوا حاجات جديدة، وما تتعصبوش على اي حاجة، لان النفسية بتاعتكم يعني هوا زي الهوا كده، اي حاجة بتأثر عليها، اي حاجة بتتعبكم، اي حاجة بتخذلكم. الحظ عندكم الفترة اللي جاية مفتوح، الحظ عندكم في امور فيها تجديد. ودلوقتي وصلنا للرسالة بتاعتكم، ناخد الورقة المستخبية. لا تقلق، الغيب الغيب في طريق إليك، سيعوضك الله عن صبرك وتحسين في عملك، وسوف تنول كل ما كنت تتمناه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نشوف ورقة تانية، ناخد برضو نفس الورقة اللي مستخبية. ستفرح وستنفتح لك كل الأبواب، وسيكون لك بإذن الله فرحة يحكي عنها الجميع، والحظ إليك. قولولي بقى انتوا كنتوا من انهي رسالة، او من كنتوا من انهي ورقة. ربنا يكتب لكم الخير ويحسن اموركم كلها ويكرمكم من حيث لا تحتسب. تحياتي لكم، واتمنى لكم كل ما هو جميل. ولو عجبتكم قراءتنا النهاردة ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل.